بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد، وهو شوربة فريك بمناسبة حلول شهر رمضان. نقدم لكم المقادير التالية. نحتاج لهذه الشوربة تاع الفريك، نحتاج لها طرفات من اللحم، من الأحسن يكون غلمي، ونحتاج قطع من الدجاج اللي بغا يكون تسمى الظهر تاع الدجاج طريف بوكس ديرا. كان نحتاجوش لازم اللحم بزاف بزاف، كان المهم ديروا لاصوص تجي بنينه بالعظم. نحتاجو بصل، ملح، فلفل، طماطم، نحتاجو حبه من الطماطم، نحتاجو راس تاع الفلفل الحار، نحتاجو دبشه نقولها الكسبره، نحتاجو معدنوس، كرافس. هذه بالنسبه للشوربه. ونحتاجو اللحم مرحي، الكفته، ومعدنوس، وبيضه. نبداو في التحضير. بسم الله. التحضير تاعنا كيفاه نبداو؟ نحطو البصل مع ميكسر، نحطو فيه البصل، نزيدو نضيفو عليه، نزيدو نضيفو على هداك البصل، نضيفو الدبشة والمعدنوس والكرافس مع بعضاهم، الدبشة والمعدنوس والكرافس، نقصوهم معاهم في هنا. نحطو عليه قليل من الماء، قصو البصل كيما قلت لكم، البصل، المعدنوس، كرافس، ودبشة مع بعضاهم، ميكسيوهم مليح حتى يتميكساولنا مليح. بعد ما تميكساولنا مليح هادو الدبشة ومعدنوس كرافس وبصل، نحيو البراق، نجيبو إناء برما تاع الفخار في عادتنا في رمضان، طيبو في الفخار، حطو اللحم باه نديرو لاصوص تاع اللحم، منكتروش لخاطر تسنى دي شوربة، نزيدو فوقها البصل والمعدنوس والكرافس لي ميكسينا. نسيت قبيل ما ذكرتكم، شوية سمن، شوية سمن منكتروش باش ميجيش ميدم، شوية سمن، الزيت، قليل من الزيت، نسيت ما ذكرتوش في المقادير، تلت مغرفات ولا زيت، نقلبوها مليح كيف بغاها، نحركو نزيدو شوية ملح كيما تجيكم مليحة، فلفل كحل، نزيدو مغرفة صغيرة فلفل كحل، نحطو نشعلو عليها النار، نحطوها فوق النار ساعة ساعة، نحركوها ونخليوها تقلى هكدا. حطينا البرمات تقلى تاعنا، الهجرة تاعنا حطينا تقلى، نحكم حبة تاع الطماطم نحيولها من هاد نديرولها من تحت زوج توقف هكدا،
نطلقها في الفرمه، خليوها غطيو عليها وخليوها. بعد ما حطينا البرمه تاعنا تقلى، نوليو الكفته تاعنا، حطوا لها شويه معدنوس صوص البيك، حطوا لها شويه من الدقاق هذاك تاع الفريك اللي راحين نحطوا شويه من الدقاق، وحطوا لها شويه بيض بيض. ونعجنوها مليح في بعضها، شويه ملح شويه ملح ما تجيكم مليحه في عينكم، شويه فلفل كحل، ندخلو مليح في بعضهم المكونات هادو، ندخلوهم مليح في بعضهم حتى يدخلو مليح. هي في الماء نديرها كذا كفته كيما هما في النيرو تاع الشربه كذا هكذا. مليح ديما تجيو تكركبو، ديرو يديك مقايدك في الماء باه تجيك الحبه مليحه، مقايدك في الماء وزدني يديك بالماء تكركبي الكريكبات هكذا. شفتو الحبة هاذي تاع الطماطم لي كنا حطينا في البرمة، نحيوها بالقشرة هاذيك تاعها، نحيوها بالقشرة ونحطوها ميكسر، نحطها في الميكسر ونكسيوها. نفرغوها في البرمة، نفرغوها في البرمة، نزيدو نحطولها الطماطم، عجول الطماطم نزيدو نحطو مغرف كبيرة تاع عجول الطماطم. نحركوها مليح في بعضها حتى تدخل مليح دوك الطماطم هاذي، نغطيوها ونخليوها تقلى. بعد ما خليناها تقلات كيما تلاحظو تقلات مليح مع الطماطم مليح، نمرقوها الما دافي يكون الما دافي، نخليوها تغلي حتى تغلي نرميو الفريك تاعنا. بعد ما غلات لنا البرمه تاعنا، شوفوها غلات، بعد ما غلات حطوا شويه دقاق اللي كنا كيما ديروا الفريك ونصيروه وندقوه، دقاق هذاك اللي صفينا نحطوا شويه في هذاك الفريك، حطوا له شويه وخلطوه في هذاك الفريك، خلطوه مليح. من بعد نحطو في البرمة، نحطو ونحركو ماشي نحطو، لازم تحطي وحدة تصب وحدة تحرك، يد تحرك ويد تصب هذا، ونقعدو نحركو مليح حتى يزيد يهز لنا الغلية، تحركي هكذا متخليهش ما تصبي وتخليه، لازم تقعدي تحركي هكا باه ما يلصقلكش لتحت. بعد هادو القدرات هادو تاع الطين شويه النار تجي يزرب فيهم النار، تزرب فيهم النار، خليوه هكذا. ومن بعد نزيدو نوليو نحركو حتى يغلي، كي حركناه هكذا وشفيناه شفناه هز الغليه تاعو، هذيك هز الغليه تاعو، نزيدو له شويه طماطم تاع معجون الطماطم، زيدو شويه معجون الطماطم، نكثروا شويه، حركوه فيه،
خليوه على نار متوسطه وخليوه حتى يطيب، كيقرب حتى يقرب يطيب ساجي دون ما يولوا لي بول هذوك تاع اللحم مرحي، وناوي يولوا راس تاع الفلفل الحار وشويه تاع الكرافس والدبشه. بعد ما طابوا لنا الطريفات هذوك تاع الدجاج تاعنا اللي رمينا، بعد ما طابوا نحيوهم خاطر الدجاج ساهل في دقيقه يطيب. بهدرنا المرق كبار قدرت لكم كيفيه تجي بنينه، لا بغات تعظم هو اللي يطلق البنه. دركنا نرميو لي بول هادو تاع نرميو لي بول تاع اللحم كراك تاعنا تاع الكفته، نحطو لها كرافس ودبشة، كرافس ودبشة وراس فلفل حار، ونخليه ونزيد يغلي حتى تطيب اللحم هذيك المكفته، طفيو عليه ومن بعد نعتو لكم جاهز. هي شربة بفريك، ها بالصحة والهنا ليكم، نتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد في وصفة خلاف جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.